انتي اعظم فنانة غنيتي للحب، عايزين نعرف اعظم حب في حياتك. أعظم حب في حياتي هو الحب، مش لحاجة واحدة، الحب للوالدين، الحب للعائلة، حلقة مفرغة، الحب للوطن، الحب للأصدقاء، الحب مش لحاجة واحدة أبدا. اي جمهور يرضيكي اكتر، الجمهور الصامت اللي بيسمع هو ساكت، ولا الجمهور المشتعل بالحماس؟ كل واحد بيعبر بطريقة، في واحد يسمع ويعبر بالصمت، وفي واحد يسمع ويعبر بالكلام وبالتصفيق، كل واحد حسب يعني مزاجه، وانا بحبهم هما الاثنين. اذا كان في ملحن جديد يبقى اهلا وسهلا، يعني مش انا بقدم المواهب، المواهب هي اللي بتقدم نفسها. بحب الجمهور وبحب فني عشان اسعده بيه، اذا كان يعني ده يسعده. انا بس ده من كل السيدات اللي قاعدين يسمعونا دلوقتي ويشوفونا، عايزين يعرفوا سر رشاقتك. ده يعني سؤال اشكرك عليه اولا، وثانيا يعني رشاق، انا مش شايفه ان انا رشيق. اقرب آلة لنفسك. آلة موسيقية؟ أيه. كلهم لما يكونوا حلوين، لكن الآلة اللي بتأثر هي الباكية الناي. تنصحي حضرتك المطربين والمطربات الناشئين انهم يتصرفوا في اللحن ولا يلتزموا؟ ده حسب مزاج الفنان، إذا كان يعني عاوز يتصرف يتصرف في حدود اللحن، أو يسيبوه زي ما يعجبه، يعني ده حاجة مش مفروضة يعني.